علاقة اقتصادية متينة بين الجزائر وألمانيا، القوة الصناعية الأولى ومحرك الاتحاد الأوروبي. شراكة تقليدية أسست لها الإرادة الكبيرة لقيادات البلدين عبر زيارات على أعلى المستويات، كتلك التي قادت رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى برلين سنة 2001، والتي بعثت حركية جديدة للتعاون الاقتصادي، مما سمح برفع حجم المبادلات التجارية، واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة خلال السنوات الأخيرة في ترتيب الدول الممونة للجزائر. Il y a toujours la diversification de l'économie algérienne qui se poursuit. Et là, ils ont besoin d'un bon équipement. Et l'Allemagne est un partenaire privilégié pour ça. Et nous sommes fiers qu'on a de très bonnes relations économiques. Et nous sommes là pour promouvoir ça encore. Et du côté allemand, on a dépassé €1 milliard. Presque 1 100 000 000 € à peu près pour le premier semestre 2018. أكثر من 250 شركة ألمانية تنشط في السوق الجزائرية التي يبدي فيها الألمان اهتماما شديدا بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة الميكانيكية، حيث تربط الجزائر وألمانيا شراكات هامة كإنتاج سيارات من علامة مرسيدس بنز ومجمع سوفاك، إلى جانب الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية. وخلال الخمسة أشهر الأخيرة تم إنجاز حوالي 15 مشروعا صناعيا بمبلغ إجمالي يزيد عن $220 مليون مع شركاء ألمان، من خلال مشاريع تتعلق أساسا بإنجاز علب السرعة وآليات الشحن وعتاد البناء والغاز المضغوط. وفيما يخص الطاقات المتجددة، فإن الجزائر ترغب مشاركة المؤسسات الألمانية في المناقصات المرتبطة بهذا المجال، مصرة على ضرورة إنتاج المعدات محليا في انتظار تنويع فرص الاستثمار خلال الزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر. Les relations sont très bien. Vous voyez, notre chancelière a fait suite à l'invitation du président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour revenir ici en Algérie pour montrer l'intérêt de l'Allemagne. Et nous sommes très fiers de ça parce que nous sommes convaincus que ça va donner encore un bon élan aux échanges, comme aux relations d'abord bilatérales et bien également pour l'échange, pas seulement politique, mais également économique. شراكة استراتيجية تراهن فيها برلين على الاستثمار في بلد مستقر وبوابة لإفريقيا، وتطمح فيها الجزائر إلى استثمارات ألمانية نوعية مساهمة للمسعى الجزائري نحو تنويع الاقتصاد وخفض الواردات من خلال القطاع الصناعي وكذا المجال الفلاحي والخدمات. وعد التعاون الاقتصادي التشاور السياسي مستمر من خلال الزيارة لتعزيز التنسيق بين الجزائر وألمانيا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان والهجرة غير الشرعية بمنطقة الساحل والمجموعة الأورومتوسطية.